أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من حديث المساء. يشكك البعض بمدى قدرة المجلس الرئاسي على التحرك والصمود على الأرض بدون قوة عسكرية تحميه. نعم، هناك أعضاء يسيطرون على تلك القوات الموجودة على الأرض، لكن يرى البعض أن هذه ليست ميزة وإنما خلل كبير يحوز هذا المجلس. فأولئك الأعضاء الذين يسيطرون على عدن أو المدن التي يتحرك بها المجلس سيكون لهم تأثير ونفوذ واسع داخل المجلس بفعل امتلاكهم القوة العسكرية، وسيظل رئيس المجلس رهينا لها كما هو حال حكومة معين عبد الملك التي تزور عدن بين فترة وأخرى. وعلى الرغم أن فكرة دمج الفصائل والوحدات العسكرية فكرة قديمة وأثبتت فشلها على مدى 7 سنوات، إلا أن البعض يعول اليوم مع تشكيل المجلس الرئاسي على حدوث هذه المعجزة. فما الذي يقف اليوم أمام دمج تلك القوات والفصائل في مؤسستي وزارتي الدفاع والداخلية حتى بعد مرور أكثر من شهر على تشكيل المجلس؟ وهل تأخر المجلس أم أن الفترة التي مضت قصيرة جدا على إحداث تغيير جذري لأكثر الملفات حساسية؟ لماذا لم يتم إعلان أو لماذا لم يعلن حتى الآن عن تشكيل اللجان الأمنية والعسكرية التي تأتي ضمن أول مراحل دمج التشكيلات العسكرية؟ ما هو تقييم الخبراء لآليات المجلس الرئاسي وخطواته للتعاطي مع ملف الأمن والجيش؟ وهل هناك اختلاف في وجهات النظر في أوساط أعضاء المجلس إزاء هذا الملف؟ وكيف يمكن التعامل مع حدوث مثل هذا الأمر؟ وكيف سيكون شكل الجيش في حالة تم دمج كل تلك الفصائل مع بعضها، متماسكا أم رخوا وضعيفا يخضع لولاءات مختلفة؟ مشاهدينا، ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع عبر السكايب وأيضا عبر تقنية الزوم الدكتور علي الذهب الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا ينضم إلينا اللواء محسن خصروف وهو أيضا الخبير العسكري. مشاهدينا الأعزاء، دعونا نذهب إلى فاصل قصير نشاهد فيه هذا التقرير وبعد نعود، ابقوا معنا. مضى أكثر من شهر على تشكيل مجلس القيادة الرئاسية، ولم يتضح بعد ما إذا كان المجلس قد بدأ بإجراءات تنفيذ مهامه الأساسية. وفي مقدمتها دمج القوات والتشكيلات العسكرية، وهي المهام التي بموجبها جرى الإعلان عن تشكيله برئاسة الدكتور رشاد العالمي وعضوية 7 آخرين يمثلون قوى سياسية وعسكرية عديدة. في بيان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، جرى التأكيد على تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، وستكون مهمتها تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه. لكن لماذا لم يجري الإعلان عن تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة رغم مرور أكثر من شهر على نقل السلطة من الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى مجلس القيادة برئاسة الدكتور العالمي؟ حتى الآن هناك غياب ملحوظ للقرارات الرئاسية التي تضمن الحد الأدنى من تنفيذ تلك المهام العاجلة، ولم يتخذ المجلس أي إجراءات في اتجاه تنظيم ودمج الوحدات والتشكيلات العسكرية المناهضة للإنقلابيين الحوثيين، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل مجلس القيادة الرئاسي نفسه ومدى قدرته على القيام بمهامه ومسؤولياته في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات لتوحيد التشكيلات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. فهل يواجه الرئيس رشاد العالمي عراقيل تمنع توحيد القرار العسكري وانتظام القوات تحت قيادته؟ وما طبيعة تلك العراقيل وأين مصادرها ومن يقف وراءها؟ وهل لدى الأطراف المختلفة المشاركة في المجلس استعدادا لدمج تشكيلاتها المسلحة في مؤسسة الجيش والأمن التابع للحكومة الشرعية؟ خصوصا وقادة تلك التشكيلات أصبحوا أعضاء في مجلس الرئاسة، أم أن بعض ممثلي هذه التشكيلات العسكرية هم من يعرقلون عملية الدمج والتوحيد ويضعون تحديات أمام رئاسة المجلس؟
هذا يفتح الباب أمام أسئلة عديدة تبحث عن إجابة لها بشأن موقف التحالف العربي وتحديداً السعودية والإمارات من أي عراقيل تواجه الرئيس رشاد العالمي وتمنعه من المضي في قرارات وإجراءات الدمج. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، أعاود الترحيب بضيوفي الأعزاء عبر السكايب وتقنية الزوم، الدكتور علي الذهب الخبير العسكري والاستراتيجي، واللواء محسن خسروف الخبير العسكري أيضا. لكن أبدأ سؤالي مع الدكتور علي الذهب، أهلا وسهلا بك مجددا دكتور علي. هناك من يقول بأن المجلس لم يتخذ أي خطوات حتى الآن فيما يتعلق بدمج القوات والوحدات والفصائل العسكرية مع بعضها حتى بعد مرور شهر على إعلان تشكيل المجلس الرئاسي، هل أنت مع من يقول بأن هذه الفترة قصيرة جدا أم أنه كان من المفترض اتخاذ خطوات وإجراءات في سبيل هذا الملف من قبل المجلس في الأسابيع الماضية؟ تحية لك وللمشاهدين جميعا ولضيفك الكريم سيادة اللواء محسن خسروف. في واقع الأمر الفترة فعلا هي وجيزة أو قصيرة حتى نحكم بشأن ما أنجز، لأن المهام التي أوكلت للمجلس هي مهام سياسية ومهام أمنية وعسكرية فضلا عن جوانب اقتصادية أو المهام التي منحها الإعلان إعلان انتقال السلطة أو حتى بموجب الدستور. ولذلك أعتقد أن أمام المجلس بداية إعداد اللوائح والقوانين أو اللوائح التنظيمية التي تنظم عمل المجلس وعمل هيئة التشاور والمصالحة، وهناك أيضا ترتيبات تتعلق باستقرار القادة السياسيين والعسكريين أو لنقل مؤسسات ورؤساء مؤسسات وهيئات الدولة الاستشاريين والقضائيين وأيضا التمثيليين. هناك مهام جسيمة أتصور أمام استقرار وإعداد اللوائح المختلفة لاستقرار المجلس، فضلا عن ذلك أن الشروع في دمج وتوحيد القوات المسلحة ضمن هياكل واحدة أو حتى على مستوى الأمن هي من أعقد المسائل، وأتصور أنه في الوقت الراهن البدء بها يضع عقبات كثيرة أمام أي إجراءات أخرى من شأنها تثبيت مجلس الرئاسة أو استقراره في عدن، المجلس القيادي الرئاسي وأيضا المؤسسات الأخرى. طيب سنتحدث عن هذه العقبات التي تحول أمام المضي قدما في عملية الدمج هذا، لكن دكتور علي اليوم فقط كانت هناك محاولة اغتيال استهدفت رئيس هيئة العمليات المشتركة في قوة الانتقال صالح حسين اليافعي والذي جرى استهدافه بسيارة مفخخة في عدن، كانت هناك أيضا قوات تابعة للواء الخامس حزام أمني التابع للانتقال قاموا باختطاف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحور تعز العميد عبد القاسم البحيري واقتادته ومرافقيه إلى جهة مجهولة. هذه الأحداث ستستمر بالحدوث يوما بعد آخر وبوتيرة متسارعة حتى تتم عملية الدمج، ألا ترى بأن هذه العمليات هي بشكل أو بآخر متصلة بعملية الملف العسكري والأمني وأنها فعلا قد تستمر فترة طويلة إن طال أمد عملية دمج القوات العسكرية والفصائل؟ يفترض في هذا الظرف أن تكون اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار هي حاضرة في المشهد، لأن من شأنها تهيئة الظروف الأمنية والعسكرية ومواجهة مثل هذه التحديات، ويكون على رأسها رئيس المجلس وأيضا وزير الدفاع، عضوية وزير الدفاع، عضوية وزير الداخلية، ويفترض أنها تكون حاضرة في هذا. ولكن يبدو أن هنالك كما أشرت أن هناك تحديات سياسية لا تزال تشكل عائقا أمام الوصول إلى هذه المرحلة. في كل الأحوال هذه اللجنة يفترض مثلها مثل ما حدث في 2012، كانت هناك لجنة عسكرية وأمنية أزالت كثير من العوائق والاستحداثات والمظاهر المسلحة، وكان على رأسها الرئيس السابق عبد الرب المنصور هادي. في كل الأحوال ستستمر
هذه الظواهر الأمنية المخلة بالأمن، سواء كان يقف وراها طرف ضمن هذا المجلس أو الحوثيون على وجه الخصوص، وأيضا القاعدة أو كلاهما مع بعضهم، في كل الأحوال هم الرابحون من إخفاق المجلس وإفشاله ليكون لقمة ساغة لهم أو لنيل منهم والاستئثار بهم واحدا تلو الآخر. دكتور علي، يعني أنت كررت عدة مرات أن هناك وجود تحديات سياسية وعوائق تحول أمام تنفيذ هذا الجانب المهم من تشكيل المجلس الرئاسي، تحديات سياسية وأيضا معوقات. ما هي هذه التحديات؟ وهل هناك أعضاء في المجلس يقفون خلفها؟ الأجندة السياسية هي أكثر وضوحا، هناك أجندة سياسية متعارضة، ولا أدل على ذلك من إحجام رئيس المجلس الانتقالي عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي عن إدلاء القسم بنصه المكتوب في الدستور، وهذا ينم عن أن هنالك نوايا مبيتة لأن لا يكون على خط واحد مع جميع الأطراف الموجودة ضمن هذا المجلس. هذا من جانب. من جانب آخر، ظهور مشاريع انفصالية أخرى في إطار المحافظة، في إطار الجغرافيا الجنوب. هذا جانب. الجانب الآخر، البنية التحتية لوزارة الدفاع مشتتة وليست موحدة، في عدم لا يوجد هيكل لوزارة الدفاع أو مبنى مستقر أو مبان، يعني بنية تحتية متكاملة غير موجودة، حتى أن الكلية الحربية الآن يثار بأنه يرى نقلها إلى محافظة مأرب لأنه توقف نشاطها منذ 3 سنوات. إضافة إلى ذلك اللوائح المختلفة، الهيئات الداعمة اللوجستية أو الهيئات المساعدة لوزارة الدفاع، أجهزة المخابرات، أجهزة التأمين الطبي، التموين العسكري، التنظيم والإدارة وهي دائرة شؤون الأفراد والضباط، المالية، كل الهيئات هذه أو الدوائر المختلفة لا توجد في إطار جغرافي محدد مثل ما كان في صنعاء، ولكنها مشتتة في مناطق مختلفة، ويصعب التوصل فيما بينها أو التواصل والتنسيق والتعاون فيما بينها، لأنها أيضا لا تخضع لقيادة واحدة. وحدة القيادة مفقود، وهذا جزء من التحدي. نحن تحدثنا عن الجانب العسكري عفوا، ولكن في الجانب السياسي نعود إلى وهو مسألة تعارض الأجندات السياسية ومحاولة كل طرف الاستئثار بقدر كبير. يعني لو تذكرت أيضا دكتور علي، هناك من قلل من أهمية حدوث ذلك الحدث، يعني عندما قام عيدروس الزبيدي بإلقاء اليمين الدستورية دون ذكر الجمهورية والوحدة، وأنت ذكرت أيضا بأنها كانت نوايا مبيتة لوجود عراقيل لاحقة ستقف أمام هذا المجلس. مع من كنت تقف في تلك الفترة؟ هل مع أولئك الذين يقللون من شأن ما حدث ذلك اليوم، أم أنك كنت تعرف حينها بأن هناك إشكالية كبيرة ستظهر أمام العلن لاحقا؟ مشروع الرجل واضح، وهو كما يقول عنه بأنه استعادة الجنوب أو استعادة جغرافيا الجنوب، لكن أي جنوب يريد أن يستعيده الرجل إذا كان فعلا واقع تحت ضغوط شعبية أو لأطراف من المحافظة الجنوبية، لأنه لا يمثل كل الجنوب، هو مجلس انتقالي. هناك أيضا مجالس يعني تشكيلات سياسية أخرى مثل الائتلاف الوطني الجنوبي، وهناك أيضا قوى حزبية، الحزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي والوحدوية أولى والنقبة الحضرمية وأيضا الحضرموت الجامع، يعني أنه لا يمثل الجنوب. ومن ثم فإنه يهدر وقته وجهده لمشاريع غائبة وغير قابلة للتحقيق. نعم. لا قولا ولا فعلا. طيب. فضلا عن ذلك أنه يتيح الفرص للتدخلات الخارجية بهذه المشاريع الغير قابلة أو بهذا المشروع الغير قابل للتحقق، ولكنه سينعكس سلبا على الجنوب على وجه الخصوص. على الرغم دكتور علي، يعني من كل ذلك كانت اختصاصات المجلس واضحة حين تم الإعلان عن تشكيل المجلس، وكان أيضا في الفقرة الخامسة من اختصاصات المجلس تقول أن تشكيل تتحدث عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشاركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وأنت كنت قد ذكرتها في بداية حديثك، من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش
والأجهزة الأمنية وإلى آخره. هنا نضع خط تحت عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأنت ذكرت أيضا أن هناك أجندات متضاربة لدى أعضاء هذا المجلس الرئاسي، وهي التي تقف تحديات أمام إتمام هذا المجلس يعني أهدافه ومشاريعه، فكيف يمكن حل هذه الإشكالية وهي ضمن اختصاصات المجلس أساسا؟ المجلس لديه الصلاحيات الكاملة وفقا للدستور، حتى وإن حصرها البيان، ولكنه أعطى صلاحيات لرئيس المجلس باتخاذ القرارات وأيضا قيادة القوات المسلحة. هو بصريح العبارة قال قيادة القوات المسلحة لرئيس المجلس، بمعنى أنه القرار العسكري والأمني هو أولا وأخيرا بيده، حتى وإن كان هنالك توافقات إلا أن هنالك مراحل، في حال عدم التوافق لابد في نهاية الأمر أن يكون هو متخذ هذا القرار. لكن في بعض الحالات يجب العودة إلى اللجنة الاستشارية لحل بعض المشاكل التي قد يصل فيها المجلس إلى عدم الوصول إلى ما يسمى بالنسبة البسيطة عند عملية التصويت ومعرفة توجهات الأعضاء. يعني عندما تكون نسبة التصويت بالإجماع لقرار معين يمشي، لكن عندما يكون هناك اختلاف قد يصل إلى عدم الحصول على النسبة البسيطة، قد يلجؤون إلى الهيئة الاستشارية أيضا للعودة إليها. في حال التساوي يؤخذ بالطرف الذي يكون فيه صوت رئيس المجلس القيادي، وهذا هو ما كان أيضا سائدا في المرحلة الانتقالية، المرحلة الانتقالية التي كان فيها الرئيس عبد الرب منصور هادي. ولكن نقول أنه ربما لن يصلوا إلى هذه المرحلة لأنه سيكون هناك ضغوط داخلية خارجية، ونحن نعلم بأن التحالف لديه له دور كبير في تمرير بعض القرارات أو بعض الإنجازات السياسية والعسكرية، لأن في كل الأحوال التحالف هو صاحب اليد الطولة، وأتصور أنه يستطيع مثلما فرض المجلس القيادي أو مجلس القيادة الرئاسي يستطيع أن يفرض بعض القرارات. هؤلاء المكون الثمانية الأشخاص فوق أعناقهم يعني قضية وطنية، يجب أن يشعروا بالمسؤولية وأن يكونوا عند مستوى القسم وعند ثقة الشعب الذي صمت كثيرا عندما إزاء هذا التحول، ولو أن هنالك رفض له من نواحي شكلية دستورية أو ما إلى ذلك. ولذلك عليهم أن يقدروا هذه المسؤولية، وأن البلد يكفيه دمار وعبث بالدماء والممتلكات والمقدرات والتدخلات الخارجية، وأن يكونوا على مستوى المسؤولية التاريخية والرغانية. البلد سيقسم أمام أعينهم، وستتحول البلد إلى مجامع أو كنتونات صغيرة ضعيفة تتجاذبها أطراف داخلية وخارجية. تقول أن البلد سيقسم، وهناك أعضاء داخل المجلس أساساً هو مشروعهم وأجندتهم واضحة وتقتضي حدوث هذا الانقسام، وأنت أيضا كنت قد لمحت إليه في حديثك. دكتور علي، اسمح لي أيضا أن أستضيف معي عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن محمد الكميم. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد. هنا كنا نتحدث أنا مع الدكتور علي حول ما هي الأسباب التي أخرت من مسألة تشكيل اللجان الأمنية والعسكرية من أجل عمليات الدمج لفصائل والوحدات العسكرية الموجودة على الأرض، من أجل تثبيت قاعدة قوية تستطيع حماية المجلس الرئاسي والتحرك بأريحية على الأرض. هل ترى أنت أيضا بأن الحدوث مثل هذه الخطوات ما زالت تحتاج إلى وقت أكثر؟ أولا تحية لك ولمشاهدينا الكرام ولضيفك الكريم الدكتور علي الذهب، وكل عام أنتم بخير ولو مؤخرا. بصراحة الموضوع القوات المسلحة اليمنية وموضوع دمجها يعني أعتقد الموضوع هو هناك أزمات متشابكة وهناك قضايا أعتقد واضحة للجميع، هناك أجندات مختلفة لكل تشكيلات العسكرية المناء وأهل الحوثي. يعني عندما نتكلم عن قوة الساحل الغربي أو إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد الكميم. أعود إلى يعني فقدنا الاتصال بالعميد محمد الكميم، أعود إلى الدكتور علي. دكتور علي، هناك ربما مثال حي ومقارب بالشأن اليمني، وهنا أتحدث عن المسألة الليبية. هناك انقسام واضح في المسألة الليبية، وهناك معسكرين متضادين، وهناك حديث عن وجود ضرورة لعملية الدمج. توصل الخصوم في ليبيا إلى ما يسمى بوثيقة جنيف الصادرة عام 2020،
خاصة باللجنة العسكرية المشتركة وتقضي بسياسة التسريح والإدماج، أي بمعنى أنه يتم تسريح كافة منتسبي تلك الفصائل كاملة، وبعد ذلك يتم إعادة تجنيد بشكل فردي لأولئك الراغبين بالانضمام إلى المؤسسة العسكرية، لكن ضمن المعايير الخاصة بوزارة الدفاع والداخلية أو أي مؤسسة حكومية وشرعية. هل يتناسب هذا الأمر مع اليمن؟ في الوقت الراهن أتصور أنه كل شخص أو كل قيادي يتحفز لأن يكسب منصبا أكبر، ولا أتصور أنه سيقبل إلا إذا بلغ به العمر، ولكن نحن أمام عمل خطير من إذا سلك هذا المسلك، لأنه سيعيد تجربة يعني إقصاءات كثيرة، وهذه الإقصاءات تولد ردود أفعال أو استجابات مضادة، وأحيانا قد تتيح لمداخل كثيرة يعني لافتعال مزيد من الانقسامات. أتصور أنه قد يكون هناك ما اتخاذ أسلوب ما يسمى التشجيع على التقاعد المبكر، بمعنى أنه ليس التقاعد مبكر يعني لكل هؤلاء، ولكن للقادة العسكريين أو للأفراد الكبار السن أو الذين يدمجوا داخل هذه المؤسسة وهم غير قادرين على النهوض بأعبائها، وهو ما يتعارض مع قواعد التجنيد سواء في العمر أو السن أو الصحة أو ما شابه ذلك، قد يعطى لهم يعني مكافآت وتشجيع للتقاعد المبكر. أما التسريح بشكل عام أعتقد أن هذا الأسلوب قد يكون جزء من الحلول وليس كل الحلول في نفس الوقت، لن يكون تسريحا كاملا، ولكن في إطار فئات محددة تنظر بشأنها لجان مختصة بهذه المسألة. إذن دكتور علي، أرجو منك البقاء معي حتى العودة من الفاصل، وسنتحدث بشكل مفصل أيضا عن الآليات التي كنت قد بدأت بالحديث عنها، وإن كانت سليمة تلك التي اتخذتها يعني كافة الفصائل والفرقاء السياسيين اليمنيين. إذن مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير وبعدها نعود لمواصلة هذه الحلقة وهذا النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم مرة أخرى أيضا بالدكتور علي الذهاب الخبير العسكري والاستراتيجي، ويبدو أيضا أنه قد عاد إلينا مجددا الخبير العسكري والاستراتيجي أيضا العميد الركن محمد الكميم. إذا أبدأ مع الدكتور مع العميد محمد الكميم، أتمنى أن تكون تستطيع السماع إلي الآن. كنا نتحدث عن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل المجلس الرئاسي من أجل عملية الدمج، هل ترى بأن هناك فعلا خطوات تم اتخاذها من قبل المجلس، لأنه كان من المفترض أن يتم تشكيل لجان أمنية وعسكرية للبدء في عملية التنسيق على حد أقل، وأيضا خفض التصعيد بين الفصائل الموجودة على الأرض، فهل ترى بأن هناك فعليا تأخير من قبل المجلس بسبب التحديات التي كان قد ذكرها الدكتور علي الذهاب في الجزء الأول من هذه الحلقة؟ أنا أتفق مع كثير ما ذكره الدكتور علي، إلا أنه يجب أن يعطى المجلس أيضا فرصة أكبر، لأنه أنا كما قلت قبل ما انقطع الاتصال الصوتي أنه هناك أزمات متشابكة، وهناك تشكيلات عسكرية لها أجندات مختلفة وتقاتل منفردة، وكانت كلها تقاتل ضد الحوثي، ولكن أيضا كانت لها خلافات مع بعضها البعض، وبالتالي هذا الجانب العسكرية طبعا عندما يسيل الدم في بعض المواقع العسكرية، وعندما إذن مرة أخرى فقدنا الاتصال بالعميد محمد الكميم. دكتور علي، كنت قد بدأت بالحديث قبل أن نذهب في هذا الفاصل عن الآليات العسكرية أو الآليات التي تم الإعلان عنها أو المضي فيها من أجل توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، بالمجمل عند قراءتك لها هل ترى بأنها فعليا صحيحة أم أنها كانت تحتاج إلى بعض الجوانب ليتم إدخاله عليها؟ تقصد في اليمن؟ إلى الآن لم نعم في اليمن، في اليمن أكيد طبعا، إلى الآن لم نلحظ أي يعني فعل حقيقي على الأرض. هناك لجان بس يعني لجان بسيطة قامت بعمليات زيارات لبعض الوحدات، هناك بعض يعني ترقيم محاصر، ولكن لم نلحظ أن هنالك خطوة جادة لإنشاء أو لإعادة بناء
مؤسسات وهياكل والبنية التحتية لوزارة الدفاع وللدوائر والهيئات الخدمية الداعمة لها، وأيضا لم نلحظ خطوات جادة لبناء الكليات والمعاهد العسكرية، القيادة والأركان، كلية الحرب. نحن نعيش فراغا استطاع الحوثي للأسف الشديد أن يبدي صورة مغايرة بحيث أنه يشكل ميليشيا، لكنه ظهر للأسف الشديد كدولة، ومقابل ذلك تحولت الدولة إلى شكل من أشكال الميليشيات. ولذلك نقول أن هؤلاء أمام مسألة وطنية، وإلا فإنهم سيكونون أمراء حرب مثلهم مثلما كان الوضع في أفغانستان أو في حتى الآن في الصومال. الخطوات المتخذة الآن في إطار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية هي في الحرف الأول أو الثاني من ألف باء التوحيد. نعم، طيب ماذا بالنسبة أيضا، يعني كنا نتحدث عن الدوائر والهيئات العسكرية وأنها غير متواجدة على يعني في مدينة واحدة، هناك أخبار تتحدث عن نقل الكلية الحربية إلى مأرب، هل ترى أنه يأتي في صعيد فعليا إيجاد أماكن آمنة أو مناطق آمنة لهذه المؤسسات أو الكليات الهامة؟ ليس ضروريا أن يكون السبب جانب أمني، إذا كان كما يقال في المثل الشعبي لدينا، إذا كان يعني بيت الله ينزل منه المطر فهنا يكون الكنان. إذا كان عاصمة الدولة لا تأمن على كلية عسكرية، فكيف ستأمن على مجلس قيادي رئاسي يقود البلد؟ يجب أن توفر الظروف الأمنية داخل العاصمة عدن، وأن يكون هناك نظام أمني. نعم، طيب يجب أن يكون هناك نظام أمني صارم لتهيئة النشاط السياسي والعسكري للمجلس القيادي. خروج هو إخراج الكلية الحربية من عدن هو هروب من مواجهة الواقع. الإمكانية متاحة في عدن في صلاح الدين، وهي كانت كلية عسكرية وفيها المعامل والمباني والميادين، الظروف كلها، فقط استكمال الهيكل البشري والمادي للكلية وتوفير الأمن والمتطلبات اللوجستية لقيام هذه الكلية بواجباتها. فضلا عن ذلك الكلية البحرية الموجودة في حضرموت أيضا تواجه مصاعب كثيرة، ولكن الإعلام لا يتطرق إليها. نعم، إذن هذه المشاكل التي تواجهها هذه الكليات وأيضا المشاكل الأمنية ملاحظة في حقيقة الأمر، والكثير يتابع بعضا من جوانبها على الأقل. وهنا نتحدث عن المجلس الرئاسي، كون غالبية من يسيطرون على تلك القوات متواجدين فيه، وهنا نرى مثلا تصريحا لعضو المجلس الرئاسي أبو زرع المحرم الذي أطلق تصريحا في 24 من نيسان الماضي إبريل خلال زيارته ولقائه مدراء الدوائر العسكرية بوزارة الدفاع، قال إن المجلس ماض في هيكلة ودمج المؤسسة العسكرية وفق بنود اتفاق الرياض. هل تعتقد أن هذا الموقف يغلب على كافة مواقف الأعضاء داخل المجلس، أم أنه هناك إشكالية فقط مع عيدروس الزبيدي؟ يعني طارق قد يكون مرحبا لهذه الخطوة وسيمضي بها، تبقى فقط مشكلة عيدروس الزبيدي. دون شك طالما هنالك يعني صوت إلى جانب صوت المقاومة الوطنية، وأعني بذلك الألويات العمالقة وأيضا القوة النخبة الحضرمية أو يعني القوة الموجودة في حضرموت بوصفها ممثلة بفرج البحسيني، أتصور أنه هو الصوت الغالب. ولكن يظل المجلس الانتقالي له ثقله، لأنه يسيطر على المدينة محافظة عدن، وهناك جزيرة سقطرات تعتبر في حكم الخارج يعني تحت قبضته إذا جاز التعبير، وأيضا يعني وجوده في المحافظات اللاحق والضالع وأجزاء من شبوة وأجزاء من أبين وأيضا عوامل أخرى قد تدعمه. لكن نقول في كل الأحوال أن يعني وجوده منفردا أو يغرد خارج السرب كما يقال سيؤثر بشكل كبير على المجلس نفسه وعلى مشروعه. أقصى ما يمكن أن يصل عليه هي الخروج، يعني تنفيذ ما جاء في مخرجات الحوار الوطني وما نصت عليه مشاورة الرياض، وأيضا بيان إعلان الانتقال السياسي من قيادة الرئيس عبد الرب المنصور هذه إلى المجلس القيادي الرئاسي، لأنه المحافظة على
الوحدة الوطنية وعلى سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها وما إلى ذلك. فإذا خرج عن هذا الشيء سيكون الاستهداف واضحا، وهو واضح الآن وضوح الشمس بأن عدن، بأن المحافظة الجنوبية هي الأكثر استهداف قاريا عين العالم، والقوى الطامعة تركز على المحافظة الجنوبية بوصفها منطقة ذات أهمية جيوسياسية من حيث الطاقة ومن حيث استطلالاتها البحرية ومن حيث الجزر الكبيرة التي لها ثقل في الاستراتيجيات العسكرية وأيضا الأطماع الاقتصادية للدول الكبرى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الدكتور علي الذهب الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الإسكايب. ويبدو أيضا أن الخبير العسكري لواء محسن قصروف قد عاد إلينا مجددا وينضم إلينا عبر تقنية الزوم. أهلا وسهلا بك معنا سيادة اللواء، لابد وأنك قد استمعت إلى جزء بسيط على الأقل من حديثنا مع الدكتور علي الذهب حول ما هي المشاكل والتحديات التي تواجه عملية دمج القوات والفصائل العسكرية، وما الذي يؤخر أيضا تشكيل اللجان الأمنية والعسكرية التي كانت بداية أو بداية مراحل هذه حلحلة هذا الملف. برأيك ما الذي يؤخر حدوث تشكيل أو الإعلان عن تشكيل هذه اللجان الأمنية والعسكرية؟ شكرا جزيلا، تحية لك وللعزيز الدكتور علي الذهب ومشاهدي القناة المحترمة من الشباب. أولا طبعا أنا على قناعة بأن الزمن الذي مر منذ تشكيل مجلس القيادة الانتقالي حتى الآن هو زمن قصير جدا في حساب أعمار الحكومات والدول، هذا واحد. ثانيا الظروف التي جاء فيها ظروف غاية في التعقيد، وأنا أتصور أنه حتى الآن مثلا المجلس الانتقالي واللواء عيدروس الزبيدي لم يستفيقوا أو يستوعبوا ما حصل بالضبط. يعني كان الحديث يتم في عدن وفي بعض المحافظات عن الجنوب العربي والدولة الجنوب العربي والانفصال وفك الارتباط، فجأة يصبح هذا القائد الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي رئيس الدولة الجنوبية عضو في المجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية وبدرجة نائب رئيس مجلس، ويصبح مسؤول عن كثير من المهام ومطلوب منه أن ينفذ المهام المكالة إليه. هذا الكلام ما هو يعني ما هو سهل يعني. لا طب ماذا سيادة اللواء، ماذا لو استمر سمحت بس نعم ماذا لو استمر عيدروس الزبيدي بهذا التصرف أو بتعامل هذا دون استيعاب المتغيرات الجديدة؟ اسمح لي بس تفضل. حينما ذهب اللواء الزبيدي لأداء اليمين القانونية كانت قد أعطيت له يمين أخرى غير التي قرأها، يمين قسم لا علاقة له لا بالجمهورية اليمنية ولا بالوحدة ولا بالدولة ولا بالمجلس الانتقالي، يمين آخر ولكنه رفضه واختصر ذلك كله وامتص بعض الغضب بتلك اليمين التي شاهدناها. الوضع في غاية الصعوبة، وليس من السهل أن نحاكم مجلس القيادة الانتقالي لأنه لم يشكل بعض اللجان. هناك أمور لابد أن تتم في البداية، يعني مثلا حينما نتحدث عن دمج الوحدات العسكرية، دمج الجيش الوطني، قوات الساحل على قوات المجلس الانتقالي على قوات الجيش الوطني في تعز على الجيش الوطني في مرب إلى آخره. السؤال المطروح لمن تسلم هذه، من المسؤول عن قيادة هذه الوحدات؟ إذا كان يفترض إما أن تثبت الحكومة هذه كما هي ويظل وزير الدفاع ورئيس الأركان هما المسؤولان عن هذا الجيش، أو أن تشكل حكومة أخرى جديدة ليعرف الجميع من سيتولى قيادة الجيش الوطني. ألا يمكن التوافق على شخصيات من قبل مجلس الرئاسي تتضمن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان أيضا؟ يفترض هكذا، يفترض أن يتم التوافق بحيث يعني يعرف المجلس الانتقالي مثلا رأسه من رجلي أين موقعه من الإعراب في مسألة قيادة الجيش، الجيش الوطني قيادة الجيش الوطني في مأرب أو في تعز أين موقعهم من الإعراب في هذا التشكيل. لابد من وضوح الرؤية أولا، لابد من تشكيل حكومة أو تثبيت هذه الحكومة، فتصبح القيادة المسؤولة عن دمج الجيش هي هذه، وزير الداخلية هل هو أم سيتم تغييره، لمن سيتم تسليم قوات الأمن أو يعني قرار تبعيتها لمن يعني. طيب وباعتقادك سيادة اللواء هل ترى بأن الحكومة الموجودة حاليا ستستمر؟
المجلس الانتقالي ينتظر حصة في هذه الحكومة، حصة في قيادة الدفاع، حصة في قيادة وزارة الداخلية، لكي يعني يضمن أن قواته التي الأمنية ستضاف إلى الداخلية هناك من قياداته من يمثله في هذه الوزارة. وبالتأكيد طبعاً حينما تصبح قيادة وزارة الداخلية مسؤولة عن الأمن ستصبح هي الأوامر العسكرية والتعليمات هي شيء آخر، والمؤسسة الدفاعية والأمنية عالم عجيب من صهر الأفكار والرؤى المختلفة. المهم أن تحدد الأولويات قيادة وزارة الدفاع، رئاسة هيئة الأركان العامة، هيئة العمليات، القوات المختلفة، مدى مشاركة هذه القوات، قوات الساحل، قوات الانتقالي، الجيش الوطني، من منهم يمكن أن يكون في هذا التشكيل، في هذا الهرم القيادي، في الداخلية أو في الدفاع. نعم. ليعرف الجميع إلى أين سنذهب. يعني مثلا هل تتصور أن المجلس الانتقالي يمكن أن يحيل كل وحداته إلى الفريق محمد المقدشي وزير الدفاع دون أن يكون لهذا المجلس الانتقالي أو القوات من يمثل في وزارة الدفاع؟ نائب وزير الدفاع، رئيس أركان، رئيس هيئة عمليات. ولذلك كان يجب الإسراع في عملية تشكيل اللجان الأمنية والعسكرية التي من المنوط بها أن تقوم بتحديد الأسس الأساسية والمعايير. نعم، من أجل إحداث هذا الدمج. دعني أشرك معنا لو سمحت لي سيادة اللواء أيضا العميد الركن محمد الكميم، ويبدو أنه عاد إلينا مرة أخرى الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى. إذا كنا نتحدث عن هذه اللجان الأمنية والعسكرية التي كان الجميع ينتظر تشكيلها حتى الآن، هل تعتقد بأن فعلا مواقف بعض نواب المجلس أخرت من الإعلان عن هذه اللجان؟ أكيد أن الأمور، ما التعقيدات العسكرية موجودة في اليمن منذ ما قبل 2011 ومن بعد 2011 وحتى بسقوط العاصمة صنعاء في 2014، كان كل ذلك بسبب انقسام الجيش وبسبب انقسام المؤسسة العسكرية، وبالتالي الأمور استمرت وتفاقمت الماساة في جميع الاتجاهات، خصوصا بعد 2 ديسمبر وخصوصا بعد وجود المجلس الانتقالي، وبالتالي أن يكون هناك انقسامات هذا شيء واضح. الأزمات المتشابكة، الموضوع معقد إلى حد كبير. المجلس الانتقالي القيادي الرئاسي السلام تركها ثقيلة جدا، دولة مفككة، جيش مفكك، أجندات مختلفة، وبالتالي هناك كثير من التعقيدات، وهناك يحتاج الوضع إلى مزيد من الوقت، يحتاج الوضع إلى مزيد من التطمينات. طيب ما هي النقاط التي قد يختلف عليها أعضاء المجلس عندما يرغبون بتشكيل هذه اللجان الأمنية والعسكرية؟ ما هو يعني ما هي الجوانب التي قد يختلفون عليها؟ هو يفترض أنه لا يوجد خلاف في الجوانب العسكرية والأمنية. لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية بدون جيش موحد وبدون أمن موحد. نتكلم على الآن في الساحل الغربي معك 3 إلى 4 تشكيلات قتالية مختلفة، تتكلم في القوات الجنوبية معك 3 إلى 4 تشكيلات قتالية وأمنية مختلفة، وبالتالي الاختلافات قد تكون على التمثيل، الاختلافات قد تكون على المناصب، على النسب، وهذا هي حاجة غير صحية فيما يتعلق بالجانب العسكري والأمني. قد يكون هناك خلافات على التمثيل في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في جوف المحافظة، على مستوى قرارات المحافظين، لكن فيما يتعلق بالجانب العسكري هناك بالنسبة للجيش اليمني هناك خصوصية خاصة وهناك تعقيدات كبيرة جدا لا يمكن أن تجد ذلك في أي جيش في العالم أو في أي تركيبة جيش في العالم، وبالتالي الصبر مطلوب. الخلافات قد تكون موجودة، قد تكون هناك مطالب، قد تكون هناك أشياء، نحن بحاجة إلى مزيد من الصبر، بحاجة إلى مزيد من الحكم، بحاجة إلى كثير من التنازلات، وخاصة فيما يتعلق بالقوات المسلحة والأمن. أنا أرى أنه يجب على الجميع أن يسعى. إذا أمام هذه التعقيدات دعني أعود إلى سيادة اللواء محسن خسروف، وقد استمع إليك أيضا سيادة العميد. سيادة اللواء، يعني نحن الآن لا نتحدث عن عملية دمج مباشرة لكل هذه الفصائل في مؤسسة واحدة، وإنما نبدأ بالحديث عن ضرورة تشكيل هذه اللجان الأمنية والعسكرية التي قد تقوم على تسهيل وتذليل الصعاب الخاصة بعملية الدمج. هذه الخلافات وهذه التحديات إلى متى قد تستمر برأيك؟ حتى الآن مضى شهر على تشكيل المجلس الرئاسي، فإلى كم قد تستمر هذه التحديات حتى يتم الإعلان عن اللجان الأمنية والعسكرية؟
إلى أن يرضى عنا جميعا الكفيل أو الكفيلين يعني الكفيلان. شوف يا عزيزي، الآن الوضع في الساحة اليمنية واضح ومحدد، القوى السائدة والموجودة في الساحة، المجلس الانتقالي، قوة الساحل، الجيش الوطني، لكل من هذه التكوينات مرجعية خارج اليمن، خارج الوطن اليمني، السعودية، الإمارات العربية المتحدة. حين ترضى الدولتان عن الحالة في اليمن ويقرران كيف يمكن أن يتم دمج الجيش الوطني، فهي توجيهات لا عيدرس الزبيدي أو المجلس الانتقالي أو محمد بن علي المقدشي أو لطارق محمد عبد الله صالح، أن امضوا في طريق دمج وتوحيد الجيش الوطني الأمني وقوة الأمن. إذا صدرت هذه التعليمات وارتفع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فوق طموحاتهم أو أطماعهم الجغرافية في اليمن، سينتهي هذا الوضع في زمن قياسي قد لا يتجاوز الأيام. هذه مسألة واضحة، ولكن ما زلنا حتى الآن مرتهنين لهذه الأطماع، لهذه الرغبات، لهذا الجموح. يعني حينما تقتنع الإمارات العربية المتحدة أن عدن مدينة يمنية وميناها ميناء يمني وسقطرة ميناء يمنية والباب المندب مضيق يمني والجزر، تقتنع بهذا وأن السيادة فيها ينبغي أن تكون للدولة اليمنية، وأن المعسكر بالحاف والغاز وتصديره واستخراج النفط هو من حق الدولة اليمنية، إذا ما اقتنع الشريكان أو الكفيلان أو التحالف أن الدولة اليمنية من حقها أو هي وحدها صاحبة السيادة في أن تدير الدولة وجغرافيتها ومكوناتها السياسية والأمنية والعسكرية، حينها فقط سيتم تذليل كل الصعاب. لكن طالما يعني تطرقت إلى نقطة مهمة جدا سيادة اللواء، دعني أضعها على العميد محمد الكوميم. سيادة العميد، استمعت إلى ما قاله سيادة اللواء عن التأثير الخارجي الموجود والواضح جدا من قبل التحالف العربي، وأن من هم من بيدهم تذليل كل هذه الصعوبات والإسراع بعملية الدمج القوات العسكرية والأمنية. ففعلا لماذا لا تضغط السعودية على عيدروس الزبيدي أو من يقوم بعرقلة أي خطوات من أجل الإعلان عن اللجان الأمنية والعسكرية والإسراع بعملية الدمج العسكرية؟ أخي الكريم، اللواء القائد محسن الخسروف له كل مني كل احترام والتقدير. طبعا هو بيستخدم أسلوب جلد الذات وقاسي في طرحه بشكل كبير جدا، وطبعا قد أبرر له ذلك لأنه من باب حرص ومن باب محبة ومن باب وطنية عظيمة جدا في شخصية اللواء محسن الخسروف. ولكن أيضا دعنا نعترف أيضا أننا أيضا قبل تدخل التحالف العربي وقبل وجود الإمارات وقبل وجود السعودية نحن كنا مختلفين وكنا شذر مذر، وكان القوات المسلحة اليمنية من قبل 2011 ومن بعد 2011 تعرضت لمشاكل واستقطابات وتفكيك وهيكلة وكثير من الأمور التي لا تخفى على أحد. قد يكون أيضا التدخل الخارجي أيضا موجود، سواء السعودي والإماراتي، قد يكون ما فوق السعودي والإماراتي، قد يكون التدخل الأمريكي البريطاني أيضا له تأثير على الواقع اليمني، باعتبار أن أنا بالنسبة لي بنعتبر أن أمريكا وبريطانيا تؤدي دور سلبي وضد السعودية وضد الإمارات وضد الدولة اليمنية وتتماهى تماما مع المشروع. يعني لكن فعليا السعودية لها تأثير على كافة أعضاء المجلس وبيدها أن تضغط على أي عضو، إن فرضنا أن هناك عضو يقوم بعرقلة المضي في عملية إعلان اللجان الأمنية والعسكرية. عندما نقول أن السعودية تستطيع أن تمشي قولها، بمعنى أن احنا نعترف أن احنا تبع السعودية، لا، السعودية تؤدي دور وسيط، دور معاون، دور مساند، دور يجب في الدرجة الرئيسية أن نكون نحن أيضا مقتنعين كدولة يمنية وكفرقاء سياسيين أننا نستطيع أن نفكر أننا بحاجة إلى أن نتعاضد وأن بحاجة إلى أن نتفق وبحاجة إلى أن ندرك أن الحوثي هو الخطر الأكبر. السعودية والإمارات دول مساندة ودول مساعدة ودول جاءت بطلب من الشرعية اليمنية، نعم، وبطلب من الدولة اليمنية، وبالتالي لا نريد أن نحمل السعودية أخطاءنا ولا نريد أن نظهر أن السعودية أنها هي الذي الأمر النهاية في الملف اليمني أو في الشرع اليمنية أو أن الناس كلهم مرتهنين. لا، هذا كلام كبير وكلام خطير واستنقاص ونقص في حق الدولة اليمنية. يعني هو ليست الفكرة بهذا الشكل، وإنما فعليا السعودية لها تأثير ليس بمعنى أنه
هي تتحكم بكل شيء، لكن وليس بالعيب أيضا أن يكون لها تأثير على القوى السياسية الموجودة على الأرض. وفكرتك كانت واضحة جدا سيادة العميد، وأنا أعتذر منك على المقاطعة لأنه فعلا وصلنا إلى نهاية الحلقة، وكنت أتمنى أن تطول لأنه دخلت إلينا متأخرا، وأيضا سيادة اللواء محسن خسروف دخل إلينا متأخرا، وكنا نريد أن يطول النقاش معكم ونسمع إلى رأيكم بشكل مفصل وأكثر. لكن على كل حال شكرا جزيلا لك سيادة العميد الركن محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا الخبير العسكري اللواء محسن خسروف، على انضمامكما إلينا، وأيضا الدكتور علي الذهب الخبير العسكري والاستراتيجي الذي انضم إلينا سابقا. كما هو شكر لكم أيضا مشاهدينا الأعزاء، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم وتابعتم هذه الحلقة النقاشية. إلى اللقاء.